وللحديث عن قمع الناشطين واعتقالهم معنا من عمان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب السيد عمر الفرحان، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك. مركزكم نشر تقريرا مشتركا عن اختطاف أكثر من 300 متظاهر واحتجازهم في سجن سري وفي وضع مأساوي كما قال ذلك البيان، هل تطلعنا على مزيد من حيثيات هذا الأمر؟ نعم، وصلت اليوم معلومات عن وجود أكثر من 300 معتقل بينهم فتاة من أحد المختطفين أو المعتقلين الذين كانوا في هذه السجون، وشرح لنا بتفصيل ماهية الأوضاع في هذه السجون من تعذيب وتنكيل وإخفاء قصدي، وتتعمد هذه الميليشيات من عدم ذكر الأسماء أو تحاول أن تغيب الحقائق من خلال إخفائهم قسما في هذه السجون، وكل يوم يتضح لنا أن هذه القوات الميليشياوية وأيضا بالتعاون مع القوات الحكومية تتخذ أماكن سرية وتتخذ أماكن غير معروفة، وبالتالي تنكشف هذه الألعاب وتنكشف هذه الممارسات اللا إنسانية، حيث يتوجب على الجميع أن يتوخى الحيطة والحذر في التعامل مع هذه الأماكن المشبوهة ولا سيما الغابات والمناطق الزراعية النائية، فضلا عن المقار الحكومية ومقار الميليشيات التي تتخذها دائما هذه القوات مقرا لها لسجونها السرية في هذه المناطق. نعم، يعني كون أن السجن سجن سري هذا أمر يلفت الانتباه في الحقيقة ويدفعنا للسؤال عن الجهة التي تدير هذا السجن، إذا لم يكن سجنا حكوميا معروفا ومن هي الجهة التي تديره، فهناك مشكلة كبيرة الآن تقع على هؤلاء المختطفين، وما الغاية من ممارسات تعسفية بحقهم؟ نعم، يعني هذه الممارسات التعسفية هي من أجل إخفاء الحقائق وتعمد بتغييب الناشطين وتغييب من يؤثرون في المتظاهرين والساحات، وبالتالي هذه الممارسات القمعية وغير إنسانية التي تقوم بها هذه الميليشيات هي مرفوضة جملة وتفصيلا من قبل المجتمع الدولي، وأيضا مرفوضة من قبل الدستور الذي يحتكمون إليه الذي ينص في المادة 32 على أن حرية التعبير مكفولة ولا يحق لأحد المساس بها، وبالتالي هذه الإخلال وبالدستور والحالي والقوانين الحكومية والدولية، ولا سيما أن هذه الحقوق هي حقوق أصيلة، يعني لا يمكن لأحد أن يتذرع بأنها منحة من الحكومة أو منحة من المجتمع الدولي يمكن التصرف بها ويمكن أن يتلاعب ويتساهل في الانتهاكات التي يحدثها هنا وهناك، وهذه الحقوق الأصيلة هي موجب يعني بموجب الحياة أو بموجب الحق الإنساني الطبيعي، فلا يمكن لأحد أن يتدخل أو يمنع هذا الحق الأصيل، وإذا ما كانت هناك تدخلات أو هناك قمع وهناك ممارسات وانتهاكات خطيرة فإن هذه الانتهاكات يجب أن يكون للمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدور الحقيقي والدور الفاعل في هذه الانتهاكات. أستاذ عمر، يعني هذه الممارسات وما سبقها من إخفاء الآلاف أثناء الحرب على داعش، ألا تكشف عن أسلوب تعامل ممنهج تتبعه السلطات والحكومة لا عن جرائم فردية كما يدعي الإعلام الحكومي؟ لا يمكن تبرير هذه بالجرائم الفردية، وهذه هي ممارسات ممنهجة منذ عام 2003 واتسع فقعتها في عام 2005-2006 واقع تفجير مقدي سامراء، واتخذت هذه الميليشيات حجة وتبرير للانتهاكات التي تقوم بها، فقامت السجون السرية منذ ذلك الوقت وإلى اليوم وهي تحاول أن تغطي هذه الجرائم بفعلتها، ولكن في كل مرة يحدث لنا يعني أمر فيكشف هذه الانتهاكات الجسيمة، وأيضا هذه الميليشيات تسير في ظل القانون الحكومي وتمشي معا مع هذه القوات الحكومية وتقوم بالاختطاف هل تقصد أن الأداء الحكومي جزء من المشكلة وأنه يغطي على هذه الجرائم والانتهاكات؟
بالتأكيد بالتأكيد، بل أن هذه القوات الحكومية والأجهزة الأمنية لا يمكن لها أن تتصرف ولا يمكن لها أن تتحكم بمصير هؤلاء المختطفين والمعتقلين دون الرجوع إلى هذه الميليشيات، وهذه الميليشيات هي أصبحت الآمر والناهي في هذه المسألة، ولا يحق لأي شخص كان، وأخير مثال على ذلك مدينة جرف الصخر، يعني القائد العام للقوات المسلحة مثل ما يسمى في هذه الأمور يحق له التصرف في كل شيء، ولكن في هذا الملف يعني مرارا وتكرارا وغيره من المسؤولين الحكوميين الكبار لا يتجرؤون الدخول إلى هذه المناطق المحمية من قبل الميليشيات، وبالتالي أصبحت الميليشيات هي فوق السلطة وفوق القانون ولا يمكن لأحد أن يتجرأ عليها. أشكرك جزيلا سيد عمر الفرحان، كنت معنا من عمان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، شكرا لك.